بدوره اكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى ان الخطابات الملكيه الساميه التي يتفضل بها جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح ادوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب تشكل خارطه عمل للسلطه التشريعيه وترفد العمل التشريعي بنتاجات مثمره وقيمه واوضح الصالح ان السلطه التشريعيه تستنير بتوجيهات جلاله الملك المفدى حفظه الله وتحرص على اداء دورها الوطني ومسؤوليتها التشريعيه مؤكدا الاهتمام بترجمه مضامين الخطب الساميه لجلاله الملك المفدى حفظه الله وسوقها في اطار تشريعي رصين يعزز القوانين الوطنيه وينهض بمنجزات البحرين في المجالات كافة مثنيا على ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق بين السلطه التشريعيه والحكومه الموقره برئاسه سمو العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله